ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن مركز الفلك الدولي عن توقعاته بشأن بداية يوم عيد الفطر المبارك، موضحا أن 13 من مايو الجاري سيكون عيد الفطر فلكيا. وأشار مركز الفلك الدولي إلى أن معظم الدول الإسلامية ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 11 مايو 2021. كما لفت المركز إلى أن هناك دولا أخرى بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 14 أبريل الماضي كالمغرب، وعليه ستتحرى هذه الدول هلال العيد يوم الأربعاء 12 مايو الجاري، ومنها بروناي والهند وبنغلاديش وباكستان وإيران وسلطنة عمان والعديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية، ليكون عيد الفطر في هذه الدول إما يوم الخميس أو الجمعة. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.